تاع النيجر هادو مساكن جاو لعبوا معانا ماتش تصفيات لكأس افريقيا اللي نورمالمون يلعبوه في 2025 وين في المروك، رايحين يلعبوه في المروك. يهبلوا يا عطي، يهبلوا كي تقول لهم بلي رايحين يلعبوه في المروك، يهبلوا. كأس امم افريقيا راح تلعب في 2025 في المروك. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزتوا نهاركم مزيان. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الجزائري مراد الطاهري اللي مطلع على تبون ومطلع على النظام ديال كبراناس، وفي نفس الوقت كيهضر على المقابله اللي تلعبت ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري. صراحه واحد الفضيحه اللي وقعت في وسط التيران ديال هذه المقابله، ديال الجمهور اللي داو المرامط وداو الطواجن، وكما قال هذا مراد الطاهري مشاو ونصبوا تما الكياطن وبقاو كياكلوا وفي الحريره جامده دايره بالشحمه. المهم خوتي الاعزاء، واحد فيديو جد رائع يستحق المجاهده الموت الضحك مع هذا مراد الطاهري. ما نطولش عليكم خوتي الاعزاء، غادي نخليكم تفرجوا وتعطوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل جميع المغاربه. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. حنايا الكارثه راهي في الجزائر، الكارثه موقل جيب لي الجزائر مقاطعه وفرنسيه بدون وثيقه استقلال، وهذه بوتفليقه وقالها يعني الناس كل راهي تهضر فيها. الموضوع ديال مات هذو في لايك بزاف يهضروا عليه، لكن للاسف صحيح، كل من يتكلم عن هذا الموضوع فهو صحيح. الجزائر للاسف ما عندهاش وثيقه استقلال، الجزائر لا زالت حديقه فرنسيه بامتياز. الجزائر مجرد منطقه تاكل منها القوة الفرنسية والقوة العالمية، أمريكا الصين دخلت بقوة، الأتراك، تخيل حتى تركيا، يا ماشي تركيا، لا لا قطر دابا كم قد ما قطر قد خرو قد البلدية اللي يسكن فيها هنايا في الجزائر، قطر هذيك وحتى هي عندها الباي تاعها في الجزائر وتدي الباي تاعها، صدق ولا تصدق. المهم تاع النيجر هذو مساكن جاو لعبوا معنا ماتش، جيو لعبوا معنا ماتش تاع التصفيات لكأس افريقيا اللي نورمالمون يلعبوه في 2025 وين في المروك، رايحين يلعبوه في المروك. يهبلوا يا عطي، يهبلوا كي تقول لهم بلي رايحين يلعبوه في المروك، يهبلوا. كأس امم افريقيا راح تلعب في 2025 في المروك، جاو تاع النيجر مساكن لعبوا معنا ماتش وين في ستاد تاع نيلسون مانديلا، ستاد جديد دبل في، ستاد جديد دبل في، جاو تاع النيجر لعبوا معنا. على قداه راحوا لي سيبورتير تاع الفريق الوطني الجزائري، على قداه راحوا لستاد تاع نيلسون مانديلا هذاك، ماهوش تاع الجزائر تاع نيلسون مانديلا، الجزائريين مساكن يبنيو ومن بعد يسميوه باسم نيلسون مانديلا. راحوا على 7 تاع الصباح وداو معاهم الطواجن، داو معاهم سيدي حمالي الدين، داو معاهم الحريره اللي دا معاه الشوربه، اللي دا معاه طاجين الزيتون، اللي دا معاه طاجين الحلو، اللي دا معاه الخبز الشايح، ماشي كي نقولوا حنا طاجين الحلو زعما بداو فيه البرقوق ولا داو فيه الحاجه الغاليه، نو تلقى فيه مديرين فيه غير الزبيب هذاك، العنب الخامج هذاك مدي معمرو في القازان ومديه معاه وين باش يفطر، وفرحان رايح زعما باش يفطر في الصطاد تاع نيلسون مانديلا جديد. علاش الناس راحت، علاش راحت على 7 تاع الصباح؟ شكرا اخت توحى ربي يحفظك، سوس لي موزين تحياتي لكم جميعا. الجزائريين الشعب الوحيد في العالم كيروح يتفرج ماتش يروح على 7 تاع الصباح يبكر يدير الرباي. انا كنت نروح نتفرج، انا كنت نتفرج دائما كي يلعبوا الديربي بين ميلون واسي ميلون انتر ميلون، نروح انا الفريق هذاك تاع انتر ميلون، عندي اصدقاء يخدموا مع الكلاب هذاك تاع انتر ميلون، مساكن يفكروا لي بيا نروح ببلاش تاع التيوب، انا اصلا يعني مانيش مريض بالبالو، كنت نروح معاهم. الصطاد هذاك على قد يحل ويلعبوا على 9:45 لهنايا، ديما على 8:45 دقيقة هنا في ميلانو، صطاد سان سيرو يلعبوا على 8:45 دقيقة، على 9:45 في الليل، على قد يحل الصطاد. نروح نلقى الناس دور تما على 7، أنا ما على باليش ما نعرفش، نروح على 7 تاع العشية نلقى مازال ما حلوش الصطاد،
مازال محل الناس قاعده برا مع الاصدقاء اللي مع مرته اللي مع صاحبته اللي مع اولاده مريحين مقصرين اللي كاينين ثم اللي فورغون هذوك يبيعوا لي ساندويتش يبيعوا المشروبات يبيعوا البيرات باش الناس شيخه الناس شيخه واحد هز العلامات تاعه وتلقى تلقى واش تلقى الراجل هاز الاعلام تاع الانتر ميلان وتلقى مرتو تسوبورتي اسي ميلان نورمال عادي ولادها من معاها جو كروي جو كروي عيطولو جو كروي ما يعيطولوش حرب يا الزوايل يا الدواء ما يقولولوش حرب يقولولو عرس 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 كروي عرس هنا كيقولوا له عرس عرس ماشي ثم عرس كروي يعني حرب كرويه عرس انتخابي يعني حرب انتخابيه كي الزوايل على كلش كي الزوايل على خاطر بدون ثقافه للاسف هذا هو الجزائر للاسف ما عندنا وثيقه استقلال لا هويه لا شعر ما كان والو ما كان والو العالم يشهد لنا ذلك وبوتفليقه قالها بومدين قالها الشاد لي راس البروكلو قالها الناس كل قالتها حنا هكا الا غالب على قداه نوضو باش نروحو نتفرجو ماتش كره كره القدم بالو راح نتفرجو بالو على قداه نروحو نروحو على 7 تاع الصباح هنايا في ميلانو يروحو على قداه يروحو على 7 على 7 ونص على 9 8 و45 دقيقه يبدا الماتش تحياتي اخت سهيله ربي يحفظك يبدا الماتش ساعة قبل ساعتين قبل كيجيو بكري الناس خلاص ساعتين قبل والله بار اكزومبل لو كان تلعب مع على باليش انايا ميلانو تلعب مع نابولي تلقى تاع نابولي هذوك جاو بكري شويه جاو مع على باليش انا لحقوا على ساعتين قبل 3 سوايع قبل وشيخين مقصرين بالون كره يعني ثقافه رياضيه الناس تعقب بها الوقت بصح لان كون يعود في ميلانو كاينه مسيره ضد النظام البالو هذا كامل يتحول الى سياسه ويطيحوه النظام علاش على خاطر الشعب عنده في القوقعة هذه الشعب واعي واعي مع راسو احنايا في الجزائر جاو تاع النيجر مساكن زواولة مسلمين كيما احنا يعني الناس ما عندك واش راح تقول ناس زواولة تاع الصح خاطيهم جاو يلعبوا كرة القدم مام الجمهور ما عندهمش زواولة تاع النيجر ما عندهمش باش يجي شكون اللي راح يجي شكون اللي راح يجي يشوف ليكيب تاع النيجر شكون اللي راح يجي يشوفها رايح يجي يشوفها غير القنصل تاعهم اللي عايش في العاصمه في الجزائر اما الشعب تاع النيجر يجيو مجموعه مساك خاطر زواول اكثر من حالتنا حتى هما مساكن مسوفرين مع اللحم وطاجين الزيتون في رمضان ومسوفرين كيفنا كيفهم جاو نيلسون مانديلا هذاك الصطاد تاع جنوب افريقيا انا ما نقولوش الصطاد تاع الجزائر اللي في براقي هذاك الصطاد هذاك تاع جنوب افريقيا جاو هذوك تاع النيجر مساكن دخلوا دهشوا لقاو الغاشي قاعد يفطر حارو يزب حارو على خاطر الماتش يبدا على 10 تاع الليل الماتش يبدا على 10 تاع الليل الجزائريين جايبين معاهم البرم وجايبين معاهم لي كوكوط ولي جايبين معاهم الطواجن تاع الطين ومجايبين معاهم السلطه وجايبين معاهم كيما يقولوا خاوتنا في العاصمه الشلاضه وجايبين معاهم البرقوق وجايبين معاهم التمر وجايبين معاهم اللبن باش واش يديروا باش يفطروا في نص الصطاد في نص الصطاد رايحين يفطروا شقان الفطر ما كانش غير الامام ما كانش الامام وما كانش المؤذن هذا واش ما كانش كيذن على 7 تاع 7 ونص كانوا يتعايطوا يسبوا ويكفروا ويديروا كذن المغرب ولاو كل مسلمين في الصطاد تاع نيلسون مانديلا ولاو كل مسلمين الله اكبر انه اذن وبداو يجبدوا في الشربه جامده فيها شحمه على خاطر يحطوا فيها غير شحمه ما عند ما كان اللحم ما كانش في الجزائر يروح عند الجزار يقول له اعطيني ب 20000 اعطيني ب 20000 شويه شحمه اعطيني شويه شحمك بارك الله فيك رمضان شهر التوبه والغفران اعطينا شويه شحمه ب 20000 يتلوح حالو مرت بوصبع تلوح له هذيك الشحمه في الجميله تلوح له هذيك الشحمه تبللو بها ويلوح فيها الفريك اليابس الاخضر يلوح فيها وتبد تحرك على 7 تاع الصباح داها جامده من الفوق دارت لاكوش تاع الشحمه هذيك دارت لاكوش تاع الشحمه وحطها في الجميله
وراح يجري بها وين؟ للسطاد تاع براقي تاع جنوب افريقيا اللي كاتبينو على المجاهد تاع جنوب افريقيا من السبعة تاع الصباح، وحاط البرمة هذيك تاع الحريرة حداه، ولاصقة فيها الشحمة يابسة من الفوق، وهز القرعة تاع الماء، والله حمود بو علام، وهز معاه المفتاح والكوبونغل والقوس ظفار وثما، او يجيب معاه الكوبونغل اللي يجيب معاه لابس القشابيه، فلا ربما قادر يبات ثم ما ادريش مع البال، على خاطر خرط مرت بو صباعه وعلى بالها باللي البغل تاعها قادر ما يرجعش العشيه، قادر عن عادي خلاص قادر العشيه ما يرجعش للدار، يبات في الصطاد عنده نورمال وين يرقد برك، يرقد كي الهيشه كي البغل يرقد برك، معلم عليه يلبس القشابيه قهوي هذيك ومدي معاه البرمه تاع الحريره باش قاد، على خاطر ممكن جدا يبات في الصطاد، او رايح هو رايح اصلا باش يعقب لي فاكونس في الصطاد، هو رايح باش يدير فواياج دونونس، رايح يدير شهر العسل اللي هو في الصطاد باش على جال ماتش مع النيجر، الجميله تاع الحريره، الجميله تاع البرقوق، الجميله تاع الزبيب، وجاي ذما وداخل الصطاد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خوتي الاعزاء، كنتمنى باش تكونوا عجبكم، شكرا لكم بزاف، وسمحوا لنا لكم نطولنا عليكم، الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم اصدقائي الاعزاء، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما المغرب والصحراء المغربيه، السلام عليكم.